متابعي قناة متع ذهنك الأعزاء، إن كل ما ينقل عبر قناتنا لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر القناة، بل هي فقط أخبار منقولة من مصادرها. دعت فصائل العمل الوطني الإسلامي في قطاع غزة الجماهير الفلسطينية للمشاركة في بيت عزاء الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت فصائل فلسطينية أن بيت العزاء سيقام يوم السبت الساعة 11 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وأشارت إلى أن مكان عزاء بيت الشهيد الجنرال قاسم سليماني سيكون في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة. هذا وقد اقتيل قاسم سليماني في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة بغارة أمريكية أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي.